بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل واحد منا أيها الأحبة لديه أخطاء كثيرة، أخطاء في حق نفسه، في حق الآخرين، في حق الله. كل هذه الأخطاء يمكن أن تلغيها وتطفئها وتمحوها بعمل بسيط جدا، وهو الصدقة. والصدقة قد تكون بنصف تمرة، بنصف تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. تصور أخي الحبيب أنك تمحو خطيئة كبرى بصدقة قليلة جدا، ولكن بشرط أن تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. استمع معي ماذا يقول الحبيب الأعظم عليه وعلى آله الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تصور إذا لديك نيران مشتعلة، تصب عليها بعض الماء تطفأ. فتخيل أن النبي هنا عليه الصلاة والسلام شبه أخطاءك بالنار، لأنها بالفعل الأخطاء أخي الحبيب عندما تتراكم على الإنسان تهلكه، تورده في نار جهنم والعياذ بالله، تلقي به في هذه النار، فهي نار بالفعل. كل خطأ ترتكبه بحق الله أو بحق الآخرين أو حتى بحق نفسك هو نار، يجب أن تطفئه في الدنيا قبل أن يأكلك في الآخرة. الصدقة لها مفعول عجيب جدا أيها الأحبة، ولكن لماذا؟ أول شيء، هذا الحديث يمثل معجزة كبيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. أولا، هي ترد هذه المعجزة على الملحدين. لماذا يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا على ضرورة أن نهتم بالمحتاج، بالفقير؟ يعني هل رأيتم ديكتاتور أو ظالم أو جبار أو مجرم يهتم بالضعفاء والمساكين والفقراء؟ يعني هذا أكبر دليل على أنه رسول من عند الله. لو كان كما يدعي الملحدون أنه يريد الشهرة، يريد المال، يريد النساء، يريد السلطة، يريد كذا، لماذا يهتم بالفقراء؟ يهتم بالأغنياء، لأن مصلحته مع هؤلاء الكبار الأغنياء وليس مع الضعفاء. فدائما اهتمام أي إنسان بالفقراء والضعفاء دليل على صدقه. فهذا الحديث يثبت صدق هذا النبي، هذا أولا. ثانيا، الصدقة أخي الحبيب لها مفعول السحر في إسعاد الإنسان. والدراسات العلمية كثيرة جدا، يعني ابحثوا على الإنترنت عن علاقة إنفاق المال أو أعمال البر أو إطعام الآخرين أو إنفاق شيء من المال عليهم، علاقة هذا الأمر أو بشكل عام العطاء علاقته بسعادة الإنسان. ستجدون أن العلماء اكتشفوا أن الدماغ يفرز هرمون السعادة عندما يقدم مبلغا من المال لمن يحتاجه. إذن الصدقة هي سعادة بالنسبة لنا، ولذلك فرضها الله علينا كركن من أركان الإسلام، الزكاة. والنبي رغب بالصدقة لأن عينه على الفقير، على المحتاج، على الضعيف، لأنه جاء للمستضعفين عليه الصلاة والسلام. وإلا لماذا يحارب صناديد قريش؟ لماذا تركهم وهاجر من مكة إلى المدينة؟ لماذا كان يهتم بالضعفاء؟ هذه علامات الصدق. فالصدقة أخي الكريم أولا هي دليل على صدقك مع الله، لأن البخيل حقيقة البخل هو مرض بكل معنى الكلمة، يحرم صاحبه السعادة والطمأنينة وثقة الناس. البخل والشح يحرمك ثقة الناس بك. دائما الكريم يحظى
بمصداقية لدى الناس. طيب، ما علاقة الصدقة بالذنوب؟ أولا، الصدقة هي برهان لك على صدقك مع الله، فأنت تقول يا رب اغفر لي، أنت تقول بلسانك، ولكن هذا الأمر يحتاج لعمل مادي ملموس لتثبت أنك صادق. هل أنت صادق بالفعل أنك يعني تريد أو تدعو أو تسأل الله المغفرة بصدق، أم أنه مجرد كلام تقوله؟ لتثبت صدقك يجب أن تتصدق حسب استطاعتك طبعا. ثم إن هذه الصدقة أخي الحبيب لو طبقها كل إنسان لما بقي فقير على وجه الأرض. وشيء آخر، قد يقول قائل أنا أصلي وأصوم وكذا، يعتقد أنه ليس لديه أخطاء، ولكن كل واحد منا لديه أخطاء، والأخطاء هنا لا تعني أخطاءك في حق الله فقط، الأخطاء في حق الله هي جزء. أنت لديك أخطاء في حق الناس، في حق أهلك، ربما قصرت مع أبويك، هذه خطيئة، ربما أسأت لزوجتك، لابنك، لجارك، لقريبك، هذه خطيئة، ربما أخطأت في اتخاذ قرار انعكس عليك سلبا، هذه خطيئة أيضا، قرار يتعلق بالعمل، بالسفر، بالهجرة، بالزواج، بالدراسة، بالعمل. الإنسان يتخذ الكثير من القرارات الخاطئة. طيب، كيف أعالج هذه القرارات الخاطئة؟ أيضا من خلال الصدقة. إنسان أخذ قرارا خاطئا ولنقل سافر إلى مكان لم يكن موفقا فيه، أو ذهب إلى عمل لم يوفق فيه، طيب عليك بالصدقة على نية أن يصلح الله لك هذا الخطأ أو يبدلك خيرا من هذا العمل. فالصدقة ضرورية أيها الأحبة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نداوي مرضانا بالصدقة، لأن الصدقة بالفعل برهان، برهان أنك صادق مع الله، لذلك سميت بالصدقة، لأنها دليل على صدقك وصدق توجهك لله عز وجل. إذن أخي الحبيب، احفظ هذا الحديث رجاء، حاول أن تطبقه كل يوم، على الأقل تبسم في وجه الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. طيب، إذا لم تستطع أن تتبسم، قل كلمة طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والكلمة الطيبة صدقة. طيب، إذا لم تفعل ذلك، قل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل واحد من هذه هي صدقة لك. سبحان الله، يعني أوجه الصدقة كثيرة جدا، هناك صدقة مادية بالمال أو الطعام أو اللباس أو كذا، صدقة معنوية قد تكون أعلى بكثير من الصدقة المادية، أن تساعد إنسان، أن تنفس كربة عن إنسان، أن تقضي حاجة إنسان، هذا ثوابه أعلى بكثير من الصدقة المادية على فكرة. أن تمشي في أن تزور مريضا، أن تواسي مسكينا، أن تعطف على يتيم، أن تبحث عن إنسان له حاجة تساعده على قضائها. إذن أوجه الصدقة كثيرة جدا، احفظ هذا الحديث وطبقه في حياتك أخي الحبيب، كل يوم تصدق بشيء ولو بالقليل، ولكن لا تنسى هذه الصدقة، لأنك ستجدها أمامك يوم القيامة، وكل شيء تتصدق به مهما كان صغيرا، حتى لو كان تمرة، إذا كانت من كسب حسن طيب وكنت تنوي بها وجه الله، الله يتقبلها بيمينه، وكلتا يديه يمين، ويربيها
كما يربي أحدكم فلوه، مهر صغير، حصان صغير تهتم به، الله يربيها وينميها ويكبرها لك حتى تكون مثل الجبل، تكون جنات تمرة تتحول إلى جنات يوم القيامة. كل هذا بسبب الصدقة. وأطول نص في القرآن النص الذي يتحدث عن الإنفاق والنفقة والصدقة في سورة البقرة. لذلك احفظ هذا الحديث أخي الحبيب، تذكره كل يوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على تطبيقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.